السلام عليكم أصدقائي، أنا أريش، تعودت تشوفوني في برنامج تعلم معنا. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نتمنى لكم رمضان مبارك لكل جزائريين ولكل الأمة الإسلامية. ما تنسوا تشاهدونا على برنامج تعلم معنا. مرحبا أصدقائي، أنا دينا، تعودتم تشوفوني في قناة عمو يزيد. بمناسبة شهر رمضان الكريم، أتمنى لكل الأمة الإسلامية رمضان كريم، وخاصة الجزائر الحبيبة. إلى اللقاء. السلام عليكم، أنا اسمي ريتاج، تعودت تشوفوني في قناة عمو يزيد في برنامج تعلم معنا. بمناسبة حلول شهر رمضان، نتمنى لكل الشعب الجزائري رمضان كريم ولكل الأمة الإسلامية. فتنسوش تابعونا على قناة عمو يزيد. إلى اللقاء. مرحبا بكم أصدقائي، أنا نسرين، تعودت تشوفوني على برنامج تعلم معنا بمناسبة حلول شهر رمضان. نتمنى لكم رمضان مبارك لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية. ما تنسوش تشوفوا برنامج تعلم معنا. إلى اللقاء. السلام عليكم أصدقائي، أنا أماني، تعودت تشوفوني في برنامج تعلم معنا. بمناسبة حلول شهر رمضان، نتمنى لكم رمضان مبارك لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية. ما تنسوش تتابعونا على قناة عمو يزيد. إلى اللقاء. السلام عليكم، أنا وصال من برنامج تعلم معنا، تعودت تشوفوني في هذا البرنامج. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نتمنى رمضان مبارك للشعب الجزائري وكل الأمة الإسلامية، ونرجو أن تتابعونا على قناة عمو يزيد. وإلى اللقاء.